تمنين غي إمنين غي عزان أزول مرحبا يسون سغواس دون أمينو أنساول تسلتيت وللي مديفن أنبدو أول نغ خسحرا تمغربيت نيهمان إمغربين تمغربيين سكتانجا الجويرة سلاو الناكو ماس إدادو غواس الدغ جوساتي نيديس فوقلو وقدودا مغربي استوادا تزكزاوت نيسكر بابن ودولا قليد الحسن والسين أترحم ربي ددات تمرنيوين مغض الانتصارات الدبلوماسيين نيقى المغرب أم تغطاس تمكاروت نادي السفر وسقيم اللامن أسن 31 أكتوبر 2024 تسنى نتقدو دانت فرنسا سصحراء تمغربيت دات مدي السن ميريكان تسبانيا أفاد نسيول أخفتغاو سيوين دغ تيتيطنين يسوس ماركي كان أنسنوبك ماس عبد العالي باروكي إيجان أجمام أجنسو انترابوت الاستقلال الوحدة التعادلية تنميرتنك ماس عبد العالي باروكي خفو حضر النون ديك نخ تنميرت النون ولا الكيرا ونتيني حتى نميرت لحيت تقبل محمد البرنامج هذه الحلقة دي زورنا أنسا ولا تسرتيت الموضوع اللي تختار ما كنت هنا حتى انت في اللاس اشكو تاني قال الموضوع يمزور واللي حتى مزير الدار انا نتمنى التوفيق للمسيرة هذا البرنامج هذا ان شاء الله تنمية نونا والساد دات ان نبدو اول غواس الدغ اكون ناجي تقرير ناخذ سجد فاتحه اوبطيل خف تمرنيوت الصحراء مرابيت ستينو بدا باب نويد دولاك اللي محمد وسطيس اتين صربي إيسون للمغرب ستينو غدا نبابوة الدور أقليد محمد ويصديس أتين صربي إطفر تزمار نيغودان حماية دي زمم دا دي سدوس أين ما ينس الزاقل ثمناطين نيفوس نتقلدي تنغ قبريد الحكم الداتي نيلان سدو نتنباض تمغربيت وتيشلينس قبريدا ستا ديبلوماسي تنتيات مازال تيدوسن نيينت نبابوة الدور أقليد نغا تحفظ ربي تسمور ستمور تنغحالة عندي يويو قليد محمد ويصديس أتين صربي أذابو نتقلديت وتايفوت نو سمورسا تي أسمو سان حالة نتموراتي خاتارين باللي الصحراء مغربيت زاكز فرنسا إسبانيا أمريكان ويا يقاعية تايفوت نتا ديبلوماسي تنعلان ذي إفريقيا تميزار نو مضال تينو بضاء تاني مالت نغد الحكم الذاتي نتان وحدة ساقيين تساروت نصغري تفسلت موكريس نصحرا ثام غرابيت ويا يا أيس ديوسا أوسقي منو فرو أمادلان نغد مجلس الأمن الدولي دوك سقاس 2007 وزقويا قاعد فغد تغطاس تي 27-56 انتياد تسر ستمورت الميريكان وسويا يتقيم ثبورين المينورسو أزقواس ياطنين 31 أكتوبر زق سقاس 2025 وترحبت قلديت نغس تغطاس تا نيقور ناك دوبريد نيسرسو قليد نغ محمد ويصديس أتين صربي وقويني زدين غس حراثة مغربيت وينسكتي جيرا باللي جيت نتموراني كسنا سموسان اني تيني انتي كركاس ويا يا قاعد فريتيد وينسدتو ساتمورت فرنسا اني سموسان تا مغربيت الصحراء وديت سقاياثي وكد خصوم قران نتمورتان فرنسا ايمانويل ماكرون نزيستو غدي تمورت نغ ندياسينا باللي الصحراء تا مغربيت محيت تنغلافت الامور نبران فرنسا تسوفغد الخريطه ترسميت نتقلديت ونان باللي يخص تيلي تسببت دي صنفار نيجيتن دي ثمناتينا نيفوس نتقلديت النغ ويا يا قاع يوسد سنافا وتا ديبلوماسي تنقلد النغ محمد ويصديس اتين صربي ودغي ماين ديوين تيافوتيني غودان صحراء مغربيت دماين نقانا الدور البرلمان قسدوس نتيافوتينا ازتيرناوينا أزولة كلتي اثنين إيمانين وختمانين غير عزان يمكن الزرام تقرير أو دماس باروكي يساوي لخف تغطاس تمكاروت نخفيستي وسقيم اللامن والساد غير أختي وسمي قال الأهمية ندغنا نتغطاس الأهمية القرارات اللي صدرها مجلس الأمن سنة 31 أكتوبر الخميس اللي يزرين إيقا مهم بزاف بالنسبة للمغرب إيقا مهم بالنسبة للقضية الصحراء المغربية ردنيني بأن إقدرات ديني كرانيا بأن القرارات دي جزون القرارات اللي يزرين ولكن نورت نتيجة لشكو أولا انت يمدد المهمة اللي منورسو حماس الصحراء المغربية
ورقيسي تيغيار حتى كراجل ما قرر المقارنة غير اللي زرين يأكد في الأهمية المبادرة للحكم الذاتي المغربي أنها تتيقى الحل يحن را نكمل المسألة النزاع الإقليمي دي اللي نحمس الصحراء المغربية. قلت مثل الأمور اللي كان إيجابية خصوصا أنها الأمريكان تتي كان صاحبة القلم حماس مجلس الأمن ترفض مجموعة من المقترحات ينسي المقترحات اللي استقدم الجزائر. نسأل أستاذ نتو سودان النقيط. نعم. تم زورت أستاذ أنه أيضا قرار يداد جوساتي نقدر نقولوا وجدود مغربي توادت زكزاوس ما دي كان زعما الدلاله نضغن نتغطاس القرارات حماس الوقت بالضبط راه غير يسفرح كله المغاربه شكون يمشي كذا ديال المناسبه يا زانتي المسيره تزكزاوت المغاربه كله ارتقن ما ديريني مجلس الامن القرارات داسيري فوق وليني وندر الحق القضية نسر جوريك صادس حتى لأن كل سنوات دي قرانس 21 22 23 دوس قوسات دور سور ورسورة تذكر من مسألة مثلا الاستفتاء حماس القرارات المجلس الأمن يعني ما يتجاوز أري سوال فقط في المقترح الحكم الذاتي. إذا دوسد نزرامانس أيضا نتغطاست دات سمغارس تنو بدا تاني مانس مرض الحكم الذاتي ماذا كيبان كيين قدرنا أنه دي استمغار تدرنا أن سنتيت مغربيت وهو أتي الحكم الذاتي غير التاريخ ترجو الجزائر البوليزاريو اقترح أنك رانا المقترحات المغرب دي ما يتقترح 63 حتى المسألة نتقرير المصير أتي المغرب أتي اقترح أنك اللجنة الرابعة حماس 63 قبل حماس الأمم المتحدة من بعد الاستفتاء من بعد الحكم الذاتي ديما المغرب يتقترح ديما المغرب أشكو علاش نتاري تعتبر بأن تي القضية عندها تنتيجا صاحب حق دا أي مقترح يقات أتي قدر أي الحل ولكن الجهة يضني دي سجين فقط غير باش أدور السودو القضية أرتزيقي سلو قدام نتني ارتينا قنديما سل العراقيل ارتورين ستغردين زند الجزائر حال فين وجوج اللي حسن تنا ان بدو الصحراء يعني كان المقترح يانور فلاس يساول يانور تي قبل ارتورين غيلا اتحاولنا دورين ستغردين يعني كل غياد باش دوري الزيقيز المقترح للحكم الذاتي سل قدام ايضا نزي سنعات ما الجزائر تم صدير ابارق مضات ميس يمكن التنين سودان اذا دي فوضى ودان تغطاست بقوتني باريق اللي توم حماس القرارات داشكو انت تحولت سكرسي المقترحات امزوارو الناس انتنا باش ادمددن المهمه اللي منورسو اتوسعنا تشمل الجانب الحقوق الانسان زوندي حدانا كنا نسوى الفكره لحقوق الانسان كرنت مازير توريكي المغرب حقوق الانسان يانا كيسكان حتى السيروره حقوق الانسان حال المغرب تيتاتكا سواء الشمال الجنوب بطبيعة الحال ترفض القرارات داشكو غير كلاتنا حتى روسيا اللي حتمتانع في المقترحات أتي ماشي ضد المغرب أشكو المهمة اللي منورسو رقست لا أتراقب حقوق الإنسان حماس الكرانت مازيرت أباريق ويسين هو ود فنسول هو أن روسيا ورتعارض القرار أتمشي ضد المغرب فقط لأن حاملة القلم تقدت أمريكان نكون ينسل العلاقة ينقر روسيا ضد أمريكان حال مسألة هاد موزمبيقة تتمتنع ولكن طيا أشكو الجزائر والتصدر حتى ينسي المقترحات حتى أقيس مناقش المدني يعني يرفض الناس بشكل تغطس الدغ زعما ستين فلاس 12 نصوت ما دي كانت دليل نبدأ نقيط يقول ما ستانيس غير هي 12 تصوت سين متانع الجزائر تفوق اشكو وراس تيقبانت المقترحات اللي دقيرت نشاط دات لان تربعا الدول مقرن اللي تأيدن المسألة الحكم الذاتي نسوى في أمريكان فرنسا الصين المملكة المتحدة كله يعني أيدن القرارات مجلس الأمن الأعضاء يضنين اللي صوتن القرار حتى وذاتي قباريخ مقرن بالنسبة باش نسوى نسوى نخفض يعني تيميزار تيختارين يوسن إذا سنتيت مغربيت أمريكان فرنسا ما دي كانت دلالة خاصة أنه فرنسا الموقف نسمي كارو
ايوا فرنسا تكاع عضو دائم حماس الامم المجلس الامن الدور نساتي اتيكا الاهميه لفرنسا كعضو الاتحاد الاوروبي ك يعني درسيه القيمه مقور الامريكان حتى انتات ان تقول بان امريكان تزور كل الدول ديال النيل باش تعترف استمغربيه الصحراء تنشر الخريطه للمغرب ديك الساعه حماس نواد حتى انت تكمل فرنسا تسارت زيكيزك نفس غراس الامريكان استجبني وولي لنا وقال لي اذا تحفظ ربي حمل اللي حيسول بان تنظرت اللي سيسقون المغرب الشركاء انس هي القضيه الصحراء يعني مدينة درسو درس سينو دماون التينينين والغيدينينين والياضنين حماس الامم المتحده حماس مجلس الامن غير فانتيني بان اتفي فهمت الرساله غلاد اما السياسه الديناميكيه السياسه الخارجيه للمغرب قاسنا ديزرين انك الوضوح والطموح يعني فرنسا استاذ توكس تبرات ايضا نسيتنا دغيات ندوس المحور ويسين نيجان ارزاف نيسكر ماس ايمانويل ماكرون يتمازل النخ تمغري وتتمثكايت بن واد دولاك ليدا سينص ربي ما ديكان دلالان ونرزاف وهو حتى انت تعتبر انتصارات بالنسبه يعني اللي يربح المغرب حماس فرنسا كذا انك عضو دائم بمجلس الامن تقادوا لك الاتحاد الاوروبي كل غايات داري تعكس اولا العلاقات اللي لين فرنسا المغرب كانت تسول في لاسنت ماكرون حس اللي حماس البرلمان العلاقات كانت تاريخيه قدمت فرنسا ارتس بيان بان اترجد ضد المغرب غير بما ان الموضوع الا حماس الامم المتحده الدول الدور التيرين تاسين تكرر القرار بعيد عن الامم المتحده وانما تشتغلت من خلال المؤسسات الدوليه غير يسكر غيلاد ماكرون اللي حي يشكاس المغرب يسول حماس البرلمان ياكد الموقف اللي ان كان الشهر اللي يزرين بخصوص القضيه الصحراء المغربيه اريتني بان اتي وادي كان الحل الدائم غيلاد دائمًا حماس السيادة المغربية بالضبط نقيت ماس ماكرون يفكيني ناو أماس البرلمان نعم نينا ماس صحراء تكيتا مغربيز نعم ما ديكان دلالة أن ماكرون يفكي دان نغميس أماس نتمرسلت تزرس مرض المؤسسة الشرعية إيوا قالت القيمة المؤسسة الشرعية كل تمازير تاتي الدور تاتي تشرع تاتي تمتن المغاربة اللي حيسول النواب المستشارين حماس البرلمان تيسول كله المغاربة إن ياسن بأن هالموقفات دات بين فرنسا أرون تتيني غي كله المغاربة يعني تد الرسالة أولا القيمة المؤسسة الشرعية مغيك اللي تنيت كذلك أرتي تتيني بأن أتيقى يعني الخطاب يقى رسمي وين الدولة الفرنسية توريقي وين واد نغوا إنما يقى وين الدولة الفرنسية أرتي تعلن حماس البرلمان المغربي بأن فرنسا تلاد المغرب بأن التردي يستمون باش يكمل النزاعات المفتعل الإقليمي الصحراء المغربية أريد زري بزاف من الرسائل بأن العلاقات قالت نغات يعني صحانت التاريخ شكون اللي حيسول يسول بزاف نميد السفارة ديال فرنسا ديال كانس المغرب يعني عبر التاريخ قبل الحماية ولا كذلك ريت تعتبر الدور اللي سكر المغاربة حماس البناء فرنسا الحديثة من خلال لح الحروب الحرب العالمية الثانية بالنسبة للمهاجرين بالنسبة للأرو المهاجرين ديال فرنسا في اللي تعتمد فرنسا باش تبنون الدولة يعني يسول في العلاقة ينقرسنات الدول حماس البرلمان اكترا وسي وين يخفي سولي اود ماس ايمانويل ماكرون دفير ايضا نورزاف فرنسا تعلم ماس تعتمد يعني الخريطه ترسميت انت قلت النخ ما ديكان دلاله نبدا غداو لينا ماس فرنسا قد تستمر تسكر اسم فارن دي غواس اماس تسكوين من الصحراء المغربيه ماذا كيبين قدامنا؟ اتينا بان غير باش تنشر حماس الخريطه المغرب وزاره الخارجيه نسن تكس الخط اللي الفاصل بان الصحراء المغربيه ارت نفصل في حماس المناطق يضنين يقع اعتراف مباشر
المساله الاستثمار فرنسا تستعد باش تساهم في التنميه الاقاليم الجنوبيه، اعتقد غنكي الراي الشخصي اي جواب القرار المحكمه الاوروبيه اللي دفغ مؤخرا الاتحاد الاوروبي بان الاستثمار استغلال الثروات الطبيعيه الموارد الصحراء تيوريكي قانوني، يعني راسني الجواب راسيتيني بان كوني كفرنسا كعضو الاتحاد سكن المؤسسين المجموعه الاتحاد الاوروبي سلو نوك مس فرنسا زعما تقاسك ميزاتي خاطرين ماسنا الاتحاد الاوروبي اتين رانس تستثمر في الصحراء تعتبر بان التقاطه مغربيه بان كل غياد تيريدو لفائده الساكنه الصحراء. اولا استاذ خف والدور الى اوروب الامان ادغياج ان موتي سالفقرا تسكرات ايغان انسيول نمر ريوال خف والدور الى اوروب الامان يدافع دمزاغ خف الصحراء تمغربيه المصالح نتمرت النخ. إيمانين خاتمانين غعزان أكون نتشدغي جا الفقرة ونغميس أسرتان نيجن تنسيول نسنعتي مدن مديجان أبرلمان المتا والدون نغرسي اللام. البرلمان مغربي داك سني سقيما ويايا من ديوسا قسقول ويستين زيواران دستور 395 نمساي أقلان قسقيم النواب توستاين سوسريد حمايات زرين خمساني سقوسة دي تمسقارت أسقي من المستشارين 120 نمساي إذاك سيتيلين إني غسيستين تنزق مساين الجماعات دي مسقارن الغراف ثوريوين دي مسقارن إذباب انتغراد ونيتني زروين تمسقاتا سديس نسقوسة أنسي والعاود خفتي سوتلين البرلمان ولا نيتنتي البرلمان يتمون دي سنات نتي سوتلين كسقواس ويقلي دا قيرد زمن تاسوت التامزوارت نيتيلين دي جمعاتي سن زقيور نكتوبر وتاسوت التيسنة تولانتات إني غتبدا دي جمعاتي سن زقيور نابريل والبرلمان يتمون سني سقي من النس من ميتيلي ويا إتيلي غير دي رزم وقليز تاسوت التامزوارت دي جمعاتي سن زقيور نكتوبر إني غيلي داكس وسغديد وطفارنينا ونقليد ديتي لي داكس ومساسا خفتي لسين الدستور ويايا من ديوسا قسقول 174 وديتي لي عاود وسغدي غروب الدي نوم قران طنباط زتات البرلمان حمايا دي وشي سفسيون النس ديتي لي يوسف صرنو سنفار نزرفني دريمن نكون لا سقاس دو سغدي غريم قران نتمراد طنباطين برا انسي والخت مسكار البرلمان البرلمان المغربي هي انباد غير نزرف البرلمان تنق زروين يزرفان قاع نسن ونتنق حضان ثوري وين تنباز نتنق تيتشن اتي قيت سرتي تنتمور تنغ تا ديبلوماسي تا برلمانيت البرلمان غير ستمسيت نيقورنا كدير ا ديبلوماسي البرلمان غير سدور دا مقران دي حطوني دي صحان تمور تنغ ويا يا قمني دني سوالات نفاوني نقليد أزول ذلك التي أطنيني من نين اختمنين غي عزان يمكن تظريسها أستاذ ماس باروكي البرلمان اللي غوصوا الدورة خطار سلاو النوك يميز لين ست ديبلوماسية برلمانيز كون يميت قام أقمام يتسقيم نتغوصي وين برا ما تتود دون غوصي لين قدرنا نتغوصا وهذا البرلمان يعني الشكل عام الدور نس إيقاته أنه ديسكار المراء التشريع المراقبة للعمل الحكومي تقييم السياسات العمومية من بين الأدوار نسول في ديبلوماسية برلمانية لانت مجموعة غيك اللي لان حماس التقرير أنه النواب دات تشتغل حماس الشعاب البرلماني الوطنية البرلمانية من مجموعات الصداقة البرلمانات الدولية البرلمان الإفريقي البرلمان الأوروبي البرلمان يعني اللي أنت مجموعة من البرلمانات هك اللي حماس البرلمان الأمريكي الشعب الوطني البرلمان أمريكا الوسطى اللي حن المغربي كبلد ملاحظ أن تشتغل ده جوجل سن اللجنة نتغوصي بين برا كل غاية يكشم جيس يعني اللي من تسمى الدبلوماسية برلمانية دورنا غنتان غاية دافع في كل القضايا نتمازير حماس برا من بينهم القضية تبزواروت اللي هي قضية الصحراء المغربية قد نقطة أستاذ بابن ودور الدين محمد ويسديس أتين صربي إفكاينا والناس يقول نورز من البرلمان إفكاية في الصحراء المغربية ما دي كان دلالة ندخ
الوقت اللي يسولوا قال لي في كل الخطاب قال الافتتاح البرلمان يوجهت في الصحراء المغربيه والدي قالت يات الرساله البرلمانيين باش تزيد تبدل المجهود مقرن القضيه الصحراء المغربيه دي قالت الرساله قبل المسيره الخضراء قبل ديالك ماكرون بان تلانت كران نتوسيوين السودان يخصا ادنكا المستوى نسنت ولهذا تلك مجموعه البرلمانيين تلقان الرساله هي البرلمان المغربي اريد تخدم القضيه الصحراء المغربيه ينسق مجموعه من اللقاءات تنسيق وزاره الخارجيه حماس نواد باش اد سواليا واول دورك انا اللي سوال وحدوت باش لان مجموعه البرلمانيين دور ولسين مجموعه من التفاصيل ضد الطبيعه القانونيه القانون الدولي كذا اريد تسكن لقاءات باش ادك في المعلومات البرلمانيين اللي حل في تونس برا ادسن الطرف عن في القضيه الوطنيه. بابن ودور محمد ويسديس اتين سربي ينون نرزو من البرلمان ان دي غرا اي برلمانيين دي سمرسال كل افاد الجين تيم سمانسن زمانسن حما الدفع المزاغن خف صحرا خص مغربيت ما دي كان ما توكس قدام نتصور وي كاتينو اللي دي كاتين السكري الخطاب يسول بان القضيه الصحراء تتهم كل المغاربه كوينس الموقع انس الدورة دي سوى الحماس البرلمان تدعو البرلمانيين بأنها تسخر الكفاءات اللي إلا نحوق نص البرلمان كيان تخصص نص المجال اللي يقدريك باش تسخر كله المجهودات نسن القضية الصحراء المغربية تماربية مستاد إذا سكون كي كا برلماني تيلي سمسن برلمان تيلي ساكن سن تسقينت نتغاو سيبون برا إذا سيوس ماس برلمان مغربي لي سكر الدور نغوصي لان افاد دي دافع يمزخ في الدنا في الصحراء المغربيه هي قلت لي اني لانت الشعاب للمجموعات الصداقه هي درقيس تشتغل البرلمانيين ولكن يخص تزيد تبدلني المجهود شويه مقرن باش القضيه ادور تلقى غير مناسباتيه اللي حلال البرلمانات اللي حلال خصها لان لان ميد نحمس ميزانيه اثنين برا ورسنت مزيان القضيه الصحراء دغيا غير دا يوقع ان اللي حنا مجموعه من الدول مثلا امريكا اللاتينيه اللي حنا ورسنت مزيان القضيه الصحراء خصها نعرف اشكو تسمع انه ثاني غير اللي نتعود وجار النغ ارتينين المواقف نس نارين ستين في غير اللي سمعني خصها تسمع الروايه المغرب دا دي صحان دا دار الحق باش ديسين بان مجموعه الدول اللي حبدنت الموقف نسن غير سمعتي المغرب الغوش كان المغرب دا ستيني غير كله من سمعت يقا غير الكذب وريقا الواقع غير داري تقا في العاتق البرلمانيين ادبلغن حمس البرلمانات تستدون كله دا سنتحضر بان تبلغن هل قضيه المغرب الصحراء المغربيه ما تقا هل الواقع نس ما يقا الامور ما تقات باش هكا تفهمن هذا غادي يستعاس الناس الا والدور نخصا زيدني برلمانيين دي كابارن او دي سرتان يخصد زينا تفكي تيم سمانسن زمانسن افاد يمكن لنا نقول لدى سين صربي ان زايد ان تسادات صحراء مغربيه. ايوا تي كل المهام الوقت ندم في الدنتينات نفتس مهمه برلمانيات ماشي نفتا باش نسرى نسافر وصافي يخصي نفتا نفتونيت باش ديات المهمه تنادى يتمازير تحيي الدوله ندسرس اي لقاء برلماني دولي ندسرس يخصك كيسن ماشي غير حماس اللقاءات حتى برا حتى ميدن ولهذا يخصهم ندارنا يفتون هذا كان ندار كفاءات يقدرنا ستيسنا نسول مدنا دايلان برا حل اوروبا اسيا افريقيا امريكا اللاتينيه الولايات المتحده كله مدنا دادي غين ادفتون باش ادبلغن الرساله صحه ماشي ادسكن تبلغن سكران الطريقه ورصحين. كوني ما استاذ تصور نخف ودور لنا غوري كابار نسرتان كوني ميتقام امام نسو نكابار الاستقلال ايضا نسال غير شان موتيس المحور ويس اربعه فدا نسول خفوس نفل نتنبط كوني ما نسو الاستقلال نسو كورم ايضا نسنفل. وا اللي لنا كوني نقايات المجموعه وقصوا البرلمان كذلك الحزب النحري الا حماس الحكومه نبط المغرب الدور اللي تسلم لات مجموعه الرهانات مجموعه الامور اللي حلال الحزب حماس الحكومه يخصها تنتسكر لان
خصوصا من بين المواضيع اللي انت استعتاد دا تسول في الناس، وقال لي اذا تحفظ ربي الموضوع نواما نكون يدارح الوزاره نواما تجهيز حماس الامين العام. الانجازات اللي يسكر حماس الوقت وريت واسكان قبل غيلاد يشكاد نسول في التحديات اللي لان حماس المغرب، الطريق السيار اللي نوامان بالنسبه للعمليات اللي البناء، المحطات التحليه المياه، السدود التليه، كل غياد اريد تجا انه من خلال الوزاره اللي الحزب اريد تشتغل داخل الحكومه اريد تعمل ماس نزرى ماس كابال الاستقلال يسخات اريد غير ماس اجنسون نضاد ما ديونا يدا هو تزيد نتسنات الكتابات الدولة، لأن المهام تفكر، لأن الهندسة الحكومة تبدل، ولكن زيد قسم الحماس بعض الوزارات اللي كرا المهام باش أسن تكفن كرا نلعب الدور أحسن من غير اللي كانت عندها في زيد نتسنات الكتابات الدولة باش تزيد نقل فعاليا العمل الحكومي. أود دقيقة يتبرات يوكابا الاستقلال وين كلنا نقسم الباطة فدا تزيد نتيز مرن سنت سمنسن يقران نخفلان لا غير إلا باتفاق ينقر المكونات الحكومة غير اللي يدف ديتي الاتفاق داخلي، ولكن ورت الهندسة يدفت لا أشكو غير باش أدردون كرايا كرا، ولكن لأن لا ضرورة ارتناق باش تليات الفعالية حماس العمل الحكومي من خلال الوزارات دا في تشرف حزب الاستقلال. نيود تيرا نغاوس ماس مشان دفير ان فوكو انزلي لك نزلي فيديو قال في قران التفاعل يسوال نخف يعني خف يناو نايف كماكرون نخف يساوي خف صحراء المغربي تكسروا فيها التعليق كنا شتي منينا دي من غزان قدامنا في قران التفاعل نايس بيان دونا يناو يفكا ماس ايمانويل ماكرون ام ماس برلمان. J'ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme. D'atteindre France mince dri jusqu'à nouvel ordre. Et tous même examen nouvel siéda le Maghreb. L'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. تنبضه تنمال تمغض الحكم الذاتي سيادة المغرب أديكان أفساي انتغو سادغ تسنتايت تنبضه تنمال نايفك المغرب قسكواس نوالفين أسبع أديكان تسيلا نفساي أسرتان إصحان دي دومن دنادي مششكان اكترطاسين نسقيم لامن انتمتا إيمون. أزول تكل سيطنين تمانين نغدي منين غيزة يمكن أن تزرام جو فيديو ماس إيمانويل ماكرون يسديد ماس دغي دي مال نصحرا إيجاد والمغرب تعليق من وقف الدانة الفيديو غير أول اللي إن ماكرون تعتبر نكريغ انتصاري القضية الصحراء المغربية خصوصا مكدان الناتي وشكادا اللي كتين حماس المغرب نفس ولا تعاود المبعوت فرنسا مجلس الامن يعاود نفس الصيغه ارتضنا بان غايه ولد في سول وقال لي ذات يصر بي اللي حيسول بان القضيه الصحريه حسات ريسك تدبير التغيير ارتضنا بان البدايه التغييرات باش نفضل النزاعات المفتعل الاقليمي الصحراء المغربيه. سويد دغ نيوض تيرا نغوص النغ دا كون سني مالكي كان ماس عبد العلي باروكي كون ميغان أجمام أجنسو نترابوت الاستقلالي الوحدة التعادلية تنمرت نون كي كان تنمرت نون أتمنى غير البرنامج هذا ينجح أساول تسرتيت أركن تشكر بزاف فهمتيني تنمرت بهرة تنمرت نون سويد دخ إيمانين ختمانين غعزان نيوض ستيرة نغواس النون أنساول تسرتيت أرى المقار يضنين